معكم بدر الدين الشجري 19 عام من مدينة المحمدية، محترف في رياضة البودي بورد. بديت هذه الرياضة ملي كانت عندي 10 سنين ودابا أنا برو بودي بورد. بالنسبة للموجة ديال الأنزال الكاليتي ديالها عالية بزاف، سبوت صخارو فيه الرملة، داكشي البارفي كيكون داي زواعر. أنزال من 2008 ما جيت، كنت صغير شحال هادي، جيت مع الوالد، الموجة باقية هي هاديك. رجعت لها ملي كبرت 2017، دابا جيت مع الدراري. قدروا بطولة العالم تقدر تلعب هنايا في أنزال، علاش لا؟ بالنسبة للموجة كاينة لا دروات وكاينة لا غوش، لا دروات كتكون حسن. موجة ديال الكاليتي ديال لي برو بودي بورد. بالنسبه لي كومبيت لي ديت شي كومبيتات لوكال ديال المحمديه، نيت في البلاصه عندنا تمايا تقريبا شي ثلاثه لي كومبيت، كانت كلاس الكاتريام تروازيام بحال هكا. بالنسبه اليوم تقسيت حتى للدومي فينال، موجه كانت عاليه وانا كاين في الاخر تزاد شويه الفون، البرد هو اللي خلى الموجه تولي شويه عيانه، وكنتمنى للدراري حظ موفق في النهائي ان شاء الله. بالنسبة لعلاقة عيد الحب البودي بورد، الصراحة نقدر أقول لك تبقى تضحك. البودي بوردر أغلى حاجة عنده، أحسن حاجة عنده كعزيز عليه هي ديك البوقية ديالو اللي كيسيرفي بها، يقدر يحس بها أكثر من البنت اللي كيبغيها ولا شي حاجة كيبقى يفكر فيها. لا بغى يشريها بحال العام الجاي كيبقى يفكر فيها داك العام كامل باش ياخذها، كتكون واحد العلاقة حب كبيرة بزاف. وزيد عليها الموجة كتكون عندها واحد الرشيب كثار من البوقية، ديما كتكون كتبغي الموجة، ما كتملهاش، عمرك كتخليها. الحاجة الوحيدة اللي كنتمناها هي انه الجامعة الملكية لركوب الموج انها تولي تلعب دي كومبيتيسيون بحال هاد النيفو ديال الانزا، بحال هاد الموج الى ساقوا الخبر سميتو بطولة العالم يقدروا يلعبوها هنايا. هاد السبوت هذا نيفو ديال اللي كيبين هذوك لي برو الواعرين، كنتمنوا انهم يبداو يلعبوها بحال هاد لي سبوت، لحقاش بحال لي سبوت زوينين وكيخليو النيفو ديال لي بودي بوردر يطلعوا موجه 100% بودي بوردر. وكنتمنى من الجامعه ان تولي دير دي كومبيتيسيون بحال هاد البحوره، ماشي غير في اكادير، كاين في المغرب كامل، غير يكون واحد لو شوا زوين ديال ديال السبوت باش هادوك اللي عندهم واحد النيفو عالي يبانوا في لي كومبيت. كنتمنى للجامعة انها تحاول تساعد معنا شويه باش نقدروا اننا نمشيو نلعبوا، علاش لا نمشيو نلعبوا بطولة اوروبا، بطولة العالم، ونهزوا راية المغرب وكل شيء، واللي يعرف راه البودي بوردر مغاربه.